تسافر لبلاد المشركين، إنجلترا، فرنسا، أمريكا، أي حاجة، من غير ما يكون عليك حرمانية؟ طيب بلاش دي. يا ترى تقدر تتجنس بجنسية تبقى مثلا سعودي إنجليزي، سعودي فرنساوي، هل حرام ولا حلال؟ هنشوف الشيخ هيرد ويقول إيه، الشيخ الإمام محمد ابن عبد الوهاب. يقول السائل: ما حكم التجنس بجنسية الكفار؟ ليس موالاة وإنما حماية ووقاية بهذه الدولة من الأعداء. حرام أن يتجنس المسلم بجنسية الكفار، إنما يقيم عندهم للضرورة لا بأس، مع التمسك بدينه، فالإقامة غير التجنس. التجنس ما يجوز للمسلم يتجنس بجنسية الكفار، يقيم عندهم ولكن ما يتجنس جنسيته. شفتوا بقى، انت يا مسلم ممنوع تتجنس، حرام عليك. انا بشجع الشيخ، بقول له يعني لا فضة فوق يا شيخ، ما تخليش العالم دول يروح يتجنسوا عندنا، الناس زهقوا منكم صراحة، فانتوا ما تروحوش بقى تنزلوا المية والبحر وتغرقوا وتعيطوا واحنا مش واخدين حقوقنا في بلادنا والكلام ده، تروح عند الاجانب دول الكفار المشركين. على فكرة ده في حديث للرسول بيتكلم في الموضوع ده، انتوا تروحوا بس تاكلوا وتشربوا وتتعالجوا وتاخدوا بعضكم وتمشوا، اوعوا يعني اوعوا تفكروا ان انا ضد كلام الشيخ، لا انا مع كلام الشيخ. كفاية بقى البلاد الأجنبية بصراحة اللي انتوا بتقولوا عليها مشركين تحولت إلى بلاد يعني أعوذ بالله، فأرجو انك انت يا مسلم تسمع كلام الشيخ. طيب الشيخ ده يمكن مش فاهم قوي أو بيقول بالاختصار كده، خلينا نشوف الفيديو اللي جاي للشيخ الحويني. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جرير: لا يجامع المشرك إلا مثله، وأحاديث في بهذا الضرب، فهذا يجعل الإقامة في بلاد المشركين فيها خطر عظيم على المقيم. إيه ده؟ خطر عظيم على المقيم؟ إيه ده؟ يعني مش الجنسية بس؟ يا خبر، يعني ما تروحش يا جماعة، ما تروحوش يا مسلمين تعملوا إقامة هناك، ده في خطر عظيم عليكم، اوعوا تروحوا. بس الشيخ كان بيروح يتعالج وياخد حقن وبتاع ويغسل كلى وغسل هدوم وكل حاجة. نكمل. وأنه لا يجوز لأحد أن يترك ديار المسلمين ويرحل إلى ديار المشركين ويقيم بينهم وبين ظهرانيهم طلبا للدنيا. أيوة، لما الشيخ بقى راح وطلبا للدنيا يتعالج هناك كان عادي، لكن انتوا يا جماعة تروحوا طلبا للدنيا، اوعوا تروحوا طلبا للدنيا. امال الشيخ كان رايح ايه، طلبا للآخرة؟ يا شيخ انت رايح تطلب الآخرة، فبيقولك اوعوا تروحوا طلبا للدنيا، يعني تلموا فلوس تشتغلوا تعملوا، ده طلبا للدنيا، تتعالجوا برضو لا، طلبا للدنيا ده من العلاج، ده طلبا للآخرة. فالشيخ بيحرم عليكم انكم تروحوا بلاد المشركين إقامة، والشيخ الثاني بيحرم عليكم تاخدوا الجنسية، فبلا اسمعوا كلام الشيوخ. يا جماعة انتم ما بتسمعوش كلام الشيوخ ليه؟ الشيوخ بتوعكم بيقولوا لكم بلاش كده، حرام، لأن الرسول نفسه هو اللي قال حرام. يعني ما ينفعش تقعدوا في بلاد المشركين ها وانتم مسلمين كيوت حلوين مؤمنين، اوعوا تروحوا. فده انا بقول لك احترس، سوف تفقد دينك، سوف تفقد ايمانك اذا ذهبت الى بلاد المشركين. اقعدوا واتبطوا في بلادكم احسن لكم يا مسلمين. وقول للشيخ: يا شيخ امال انت كنت رايح تتعالج في المانيا ليه؟ ولا هو تحت العمة ايه؟